بسم الله الرحمن الرحيم. الكوليسترول وارتفاع انزيمات الكبد والدهون الكبدية والعلاج بالماء الساخن مع دكتور فارس بن راشد الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن، تجارب المستفيدين من الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. شفاء مريض من ارتفاع انزيمات الكبد وانخفاض الكوليسترول من 6 الى 5 واختفاء الكحة وآلام المفاصل والنقرس. السلام عليكم دكتور فارس، بأمانة كنت مريض بانزيمات الكبد والكوليسترول والكحة ما يقارب 15 سنة، وبدأت العلاج بالماء الساخن في بدايات فبراير 2017 لغاية الآن، بشرط امتنعت من مشروبات غازية والمواد الحافظة والمنبهات كالشاي والقهوة ولله الحمد. وأثبتت التحاليل في العيادة بعد مرور ساعتين ولله الحمد إلى الرجوع كبدي حيا كأنما ولدت من جديد، خالي من الإنزيمات وانخفاض الكوليسترول من 6 إلى 5. والعلاج الفعال الطبيعي سبحان الله يحتاج صبر وعزيمة وإرادة. علاج المفيد من خلال محاضراتك علاج الماء الساخن، وما زلنا مواصلين العلاج ولله الحمد والمنى. أي واحد يعاني من أمراض بالفعل يحتاج كما قال الدكتور فارس الحجري، حفظه الله ورعاه ووافقه الله في الدنيا وللآخرة وغفر الله له، الماء الساخن العلاج الفعال من الدرجة الأولى. الكحة اختفت معايا نهائيا، وآلام المفاصل والنقرس اختفى كليا ولله الحمد. ألف شكر لك دكتور فارس. شفاء امرأة تعاني من ارتفاع الدهون الكبدية. كيفك أخ فارس؟ أنا جربت بنفسي الماء الساخن، كان عندي نسبة عالية من الدهون على الكبد، وصفوا لي أدوية من المستشفى بس زادت الدهون كثير وصاروا كل شهر فحص. المهم استعنت بالله وقررت أعالج نفسي بالماء الساخن، واستمريت شهر كامل على الماء الساخن، وبعد شهر رحت سويت فحص ولله حصلوا نسبة الدهون ما فيه وشفيت بفضل الله ثم الماء الساخن. جزاك الله عنا خير الجزاء وإلى الأمام دائما، رعاك الله وأنار طريقك. شفاء رجل من ارتفاع نسبة الكوليسترول من 5.6 إلى 3.8 خلال 7 أشهر. بتاريخ 15 مايو عام 2011 بلغ مجموع نسبة الكوليسترول إلى البروتين الدهني عالية الكثافة 5.6 مليمول على لتر، أي عالي جدا، أي مرتفع للغاية. وبتاريخ 4 ديسمبر عام 2011، أي بعد حوالي 7 أشهر، بلغ مجموع نسبة الكوليسترول إلى البروتيين الدهني عالية الكثافة 3.8 مليمول على لتر، أي مستوى طبيعي ولله الحمد. تحسن رجل من الكوليسترول. ما هو البرنامج المتابع يا دكتور؟ أنا تابعت برنامجك في علاج الكوليسترول والحمد لله فيه تحسن كثير، ولكن أتمنى شرح الطريقة هنا مع شرح الأعراض المصاحبة مع استخدام الماء الساخن مع أو بدون العلاج، وشكرا. شفاء زوجة الدكتور فارس الحجري من الكوليسترول من 7.44 إلى 5.27. بتاريخ 30 مارس عام 2005 بلغت نسبة الكوليسترول 7.44 مليمول على لتر، أي بارتفاع شديد. وبتاريخ 25 مارس
عام 2010، أي بعد 5 سنوات، بلغ نسبة الكوليسترول 5.27 ميلي مول على لتر، أي بوضع طبيعي وهو المستوى الطبيعي والشفاء بالكامل، ولله الحمد. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاص للدكتور فارس الحجري، نشرها على الآخرين ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك، تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم فارس بن راشد بن سالم الحجري.